انتبه إلى هذا. الآن أنت في سعة والباب مفتوح أمامك، اشتغل هذا واحذر كل الحذر من أن يغلق الباب دونك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للآخر سبقك بها عكاشة. فأنت الآن في فرصة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت الآن في فرصة، الآن دار عمل لا يغلق دونك الباب. قال سبقك بها عكاشة، كان له السبق، قال ادعوا الله أن يجعلنا منهم، قال أنت منهم. وهذه آية من آيات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. عكاشة رضي الله عنه مات على التوحيد في حروب الردة. قام الآخر قالوا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب، لأنه قام الثاني قام الثالث والرابع وهكذا. وفي قول آخر هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني نسأل العافية السلام منافق، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عليه أمام الصحابة يفضح، فقال سبقك بعكاشة تعريض. فلا بد أن نغتنم الفرص. اليوم عندنا فرص والله ذهبية صدق، تعلم تعليم التوحيد نشر العلم كان، لكن نسأل العافية السلام قليل الذي يشتغل. نعم. قال رحمه الله باب الخوف من الشرك. بعد أن ذكر تحقيق التوحيد أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. كل باب عندنا قاعدة بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، من تحقيق التوحيد الرقية التبرك، كل ما يأتي بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. وأراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله وأبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكسر الأصنام بيده وأثنى الله عليه، يخاف من الشرك. أنت من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته رضي الله عليهم، إذن نحن من باب أولى. وبعض الناس لم يخطر يوما من الأيام على باله أن يدعو بدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا يدعو بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما عندنا سكوك غفران، لابد تخاف على نفسك من الشرك من النفاق، تكون في سيرك إلى الله جامعا بين الخوف والرجاء. مفهوم؟ كيف نخاف من الشرك؟ بتعلم التوحيد، بتعلم الشرك حتى لا نقع فيه، بالدعاء، بالبعد عن الكفار عن المشركين، لأن كثرة المساس تميت الإحساس والخلطة مشكلة. نعم. قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لا يغفر أن يشرك به، هذا إذا مات عليه نسأل العافية والسلامة، لكن إذا تاب في وقت تقبل في التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ويغفر ما دون ذلك يعني من الكبائر والصغائر. نعم. وقال الخليل عليه السلام، يقول خليل إمام أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يقول واجنبني، يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر، لا أريد أراه، أخاف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. كيف نطالع كأس العالم مصارع الحرة الأفلام الغربية نعجب بهم بالحضارة بالتقدم؟ عجيب هذا. باب الدعوة باب، وباب الخلطة ومشاركة هؤلاء في أعياد في احتفالات في طقوس، والناس في هذا الباب في هذه الأيام بين إفراط وتفريط ووسط. قسم يشارك الكفار في أعياد في احتفالات في طقوس في لباسهم، وقسم يتعرض الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال، نعم، والتفجير، وقسم يتوسط، لا إفراط ولا تفريط. نعم. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من بركة هذه الدعوة
بارك الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة، ولم يأتي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا ومن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام عبادة الأصنام. الصنم كل ما عبد من دون الله على صورة، والوثن عام في كل ما عبد من دون الله على صورة وعلى غير صورة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري صنما أو وثنا، لأنه على غير صورة، وثنا يعبد من دون الله، فالوثن أعم. نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم، أي على من؟ الصحابة رضو الله عليهم، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا نحن من باب أولى، إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، إذا الخوف علينا من باب أولى. الرياء سيأتي معنا بإذن الله تعالى أنه من الشرك الأصغر، وقد يوصل الأكبر، ويعمل العمل حتى يراه الناس، أو يسمع، أو يقول القول حتى يسمع به الناس. من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ندا شبيه النظير والمثيل، دخل النار دخول أبدي، لأن اتخاذ الند مع الله شرك أكبر. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يشرك به شيئا هنا يعم الشرك الأكبر والأصغر، أما الأول ندا هذا الشرك أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا من أحسن ما يكون في الترتيب. ذكر لك وجوب التوحيد، أوجب الواجبات، وفضل التوحيد حتى تشتاق، تحقيق التوحيد حتى تحقق، ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، ومن تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد. لابد أن ندعو للتوحيد. إذا أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو للتوحيد، واحد. الثاني أراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، قال: لا، أول ما يدعى إليه التوحيد. وذكر هذا الباب شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. قل هذه سبيلي، الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليه. أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول من شروط الدعوة، وهو إخلاص. لأن كثير من الناس لو دعا فأدعو لنفسه حتى وقال داعي وكذا. أدعو إلى الله الشرط الثاني والثالث والرابع والخامس في على بصيرة. إذا شروط الدعوة كم؟ خمسة. هذا من بركة كتاب الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة علم شرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة والصبر. صارت شروط الدعوة كم؟ خمسة. الأول الإخلاص إلى الله، والبصيرة العلم الشرعي لا يمكن ندعو بجهل، والحكمة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حال المدعو أنك تأتي قوم من أهل الكتاب، والصبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، نزه الله عن ماذا؟ عن الشرك. ومن قبح الشرك كونه مسبة لله. هؤلاء الكفار يسبون الله بالشرك، وأنت موحد، لابد أن توحد الله وتنزه الله وتدعو إلى الله وترد على الشرك، لكن بهذه الشروط الخمسة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، يعني قبل أن يذهب إلى اليمن، هذا فيه تهيئة الدعاة إلى الله، تعليم الدعاء، ولهذا يقال عندنا دورة في تأهيل الدعاء. نعم. نعم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه طريقة دعوة أهل الضلال،
قال هؤلاء يهود نصارى عندهم كتب عندهم علم توراة وإنجيل، ناظرهم، قال ناظرهم، قال له ناظرهم بين ما هم عليه من أخطاء. إذن أفضل طريقة لدعوة المخالفين يهود نصارى مجوس ملاحدة سمي ما شئت، أحسن طريقة هذه، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وحد الله. قل يا أهل الكتاب توراة إنجيل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما قال عندكم وأنتم صنعتم وقتلتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذن أفضل طريقة لدعوة كفار ما هي؟ المناظرة، خطأ، توحيد، تعالوا إلى كلمة سواء. نعم، وفي رواية وحدوا الله. نعم، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن أيضا التعليم بالتدرج، عندنا مشكلة، يأتي كافر المركز الإسلامي يريد يسلم، يقول لا عندك ختان وما في خمر وما في نساء وما في أغاني وتطلع زكاة وتصنع كذا وتصنع كذا، هذا يقول بطلنا، كأنه يقول له امشي. جاء رجل نصراني إلى الضحاك بن مزاح، ضحاك إمام، فقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني هو ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب الخمر. قال له الضحاك أسلم وإن شئت أشرب الخمر. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال أنت الآن مسلم، رجعت عن الدين قتلك السلطة، وإذا شربت الخمر جلدك السلطة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الإنسان الآن قبل أن يدخل في الإسلام باقي ما وقر الإيمان، ما دخل الإيمان في قلبه، نريد منه فقط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، بعدين تأتي بالتدرج. بعض الدول عندنا، دولة روسيا، حاكم من حكام روسيا في زمن من الأزمنة قالوا اعرضوا عليه الديانات، عرضوا عليه الديانات فأعجب بالإسلام، لكن كان الذي يعرض عليه الإسلام الله أعلم جاهل. قال له لكن الإسلام يحرم النساء والخمر. قال لا يصلح له طبعا، مع أنه يصلح له لو أدخله في الإسلام، قال يعني مسلم يشرب خمر أفضل ولا كافر لا يشرب خمر؟ هاي الشيء، كافر لا يشرب الخمر أفضل؟ لا، مسلم غير مختتن أفضل ولا كافر مختتن؟ مرأة سافرة أفضل مسلمة أو مرأة محجبة كافرة؟ إذا أسلم شرح الله صدره للإسلام يا أخي، فهذا خلل عندنا في الدعوة أيضا. نعم، معليه هذه مواطن لازم نطل فيها شوية، لأن عندنا بعض المراكز الإسلامية والله يا شيخ إذا جاء يبغى يسلم قال لا انتظر فكر كم عمرك؟ قال الآن 20. قال يا عمي لا، قدامك فرصة، روح اصنع كل شيء، إذا بلغت فوق 40 أو 60 تعال جالسين، شو المشكلة؟ أما تضيع شبابك، تضيع شبابك. إذن هذا مو مقتنع بالإسلام الداعي أصلا، مفهوم؟ هنا سبحان الله، هذا والله بعض كثير من المراكز والله على هذا الطريق. قال معك 6 أشهر فرصة تفكر. كان الرجل إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فكر. لا، هذا الآن الدعوة إلى الله نسأل عليه السلام إلا من رحم الله. نعم، فإنهم أطاعوك لله. والله كثير ممن يدخل في الإسلام لا يعرف الصلاة
إلا بعد سنة وعشر سنين أنه عليه الصلاة يا شيخ. تقول هذا أمر عجيب، اسأل، تسأل في كثير من الدول متى صليت، أقل واحد عندهم يقول صليت بعد سنة. أنا لا أدري أنه وش الصلاة، ولا ولم أجد من يعلمني الصلاة أصلا. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني على الأصناف الثمانية. نعم، تؤخذ من الأغنياء ترد على الفقراء. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم لأنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجه. نعم، قال لا تأخذ، لأنه جاب للزكاة، لا يأخذ أحسن المال ولا الرديء، يأخذ من الوسط. قال واتق دعوة المظلوم. لماذا يقول له أنت اتق دعوة المظلوم؟ اتقاء دعوة المظلوم تكون لكل أحد، صح؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ اتق دعوة المظلوم أنت؟ لماذا؟ لأنه له سلطة، أمير وجاب للزكاة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله في هؤلاء حتى ولو كانوا كفار، لا تظلم. مفهوم؟ أي نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر، خيبر حرب ومرض عليه فيه رمد وجوع، لأنهم طبخوا في خيبر الحمر الأهلية، لو كان عندهم من الطيبات ما طبخوا الحمر الأهلية. منعهم هذا عن الخروج للجهاد في سبيل الله؟ لا. تقاعسوا؟ لا والله، خرجوا. علي مريض معذور وخرج للجهاد في سبيل الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الصحابة رضوان الله عليهم ما التفتوا لهذا، هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يده، ما التفتوا. أكبر غنيمة حصلت منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر هي خيبر، أموال كنوز يا رجل، لكن ما التفتوا لهذا يفتح الله على يده. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر بالغنيمة، ما التفتوا لهذا، لأنهم لم يخرجوا للدنيا، خرجوا لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل الصحابة، يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لدوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، ما التفتوا لهذا. فبات الناس لم يناموا هذه الليلة، كلهم يرجو أن يعطاها، يريد ماذا؟ رضا الله فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين عندما وزع الغنائم لم يعط الأنصار شيئا، فوجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام فيهم خطيبا عليه الصلاة والسلام، قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أرخوا رؤوسهم يبكون، قالوا رضينا، ما خرجوا للدنيا. ذو الخويصرة قال اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، خرج لماذا؟ للدنيا، كأنه يقول لك لابد أن تخلص لله توحيد، تبتغي وجه الله. مفهوم؟ نعم. قال